السلام عليكم. الخبر اللي نازل على وسائل التواصل الاجتماعي في الكام ساعة الأخيرة، الخبر بيقول كان نفسي أجرب أموت حد، حتى لو من إخواتي أو حتى أبوي. ده الخبر اللي نازل على وسائل التواصل الاجتماعي، اعترافات طالبة قتلت صديقتها في جلسة مساج. الموضوع ده على فكرة حصل في 22 أغسطس 22، يعني ما حصلش من الكام ساعة الأخيرة، ولكن الجديد فيه التفاصيل بتاعته أو الاعترافات الرهيبة اللي قالتها البنت، وكانت إحدى الصحف هي اللي أخذ السبق في نشر تفاصيل الاعترافات بتاعتها. البنت الصغيرة اللي عندها 17 سنة اللي صاحبتها برضو عندها 18 سنة اللي كانوا قاعدين جوه البيت هما الاتنين وحدهم في منطقة معينة في الجيزة، ومعروفين عليهم إن هما بنات كويسين قوي، لا ليهم في قلة الأدب والهزار والضحك ومفيش أي حاجة، بنات مؤدبة بيطلعوا وبينزلوا وبيخرجوا وبيجوا في وقت معين، حتى الناس كلهم بيحبوهم في الوقت ده، البنتين مش بنت واحدة. الموضوع ده على فكرة عملناه وهتلاقوه على القناة عندنا بس تقريبا يوم 22 أغسطس 22. المهم التفاصيل بتاعته اتجددت لما البنت اعترفت الاعترافات الكبيرة بتاعتها. اولا الاتنين كانوا على علاقة شاذة هما الاتنين، ومحدش يعرف خالص، لا من الاهل ولا من الاقارب ولا حتى من اصحابهم، ولا باين عليهم حاجة من كده ابدا. الاتنين كانوا داخلين هما الاتنين في علاقات شاذة ما بينهم هما الاتنين. البنت كانت دايما بتقول اللي هي الجانية او اللي عملت الجرم ده، دايما كانت بتقول كانت دايما بتراودني في دماغي بعض الهلاويس، بمعنى ان انا لازم اقتل ابويا او اخويا او امي او اي حد من الناس دي كلها، مش هتفرق معايا، اهم حد ان انا اجرب القتل شكله ايه واشوف الدم برضو بعناية وبعدها ممكن ارتاح. قالت قدام وكيل النيابة الكلام ده كله، وقالت انا نفسي اعمل الحاجة دي كلها ولكن مش عارفة ان انا اعملها ازاي. قالت فكرت كذا مرة ان انا اقتل ابويا وامي، وفكرت كذا مرة اقتل او اسم اخواتي ولكن ما عرفتش، لتواجدهم على طول قدامي وتواجدهم كلهم في مكان واحد، علشان كده كانت دايما كل تفكير بفكر فيه كان بيفشل. المهم برضو الاعترافات اللي اعترفتها قدام وكيل النيابة، قالت في الوقت الاخير كنت انا قاعدة انا وصاحبتي جوه البيت ومحدش هيجي في الوقت ده تماما، علشان كده قررنا انا وهي ان احنا نمارس الجنس وبعدها على طول اعمل لها جلسة مساج معينة. والبداية قلت لها يلا نعمل جلسة المساج، قالت لي يا ريت انا جسمي كله متكسر، تعالي انتي الاول اعملي لي جلسة المساج. بالفعل عملت لها جلسة المساج، وبدأت زي ما بتقول قدام وكيل النيابة ان هي بتجيب الزيت من المطبخ. في الوقت ده على طول بعد ما جابت الزيت من المطبخ بدأت ان هي تقول لها نامي على بطنك، وبالفعل نامت على بطنها. الاعترافات بتاعتها كانت واضحة وصريحة، حطت الزيت وبدأت تدعك جسمها او تدعك ظهرها كله بالزيت اللي جايباه من المطبخ، وبعدها على طول سمعت الاهات والحنيات والحاجات اللي هي المثيرة اللي هم بيعملوها مع بعض، لدرجة قالت لها في الوقت ده انت ايدك تتلف في حرير. بعدها على طول حست البنت برغبة معينة في ان هي لازم ان هي تقتلها، وفكرت ان هي الجو المحيط بيها دلوقت احسن جو ان هي ممكن تعمل الموضوع ده، علشان كده بتقول قدام وكيل النيابة ملقتش فرصة ممكن استغلها اللي انا ممكن اشوف حد بقتله الا في الوقت ده، وخصوصا كمان ان صاحبتي محدش هيسأل عليها. بالفعل نايمتها على بطنها وبدأت تعمل لها كل الحاجات دي كلها، وجابت اشاربة بعضها على طول ولفته حوالين رقبتها، وقالت لها دي جلسة مساج من نوع خاص، وبدأت تشد الاشاربة على رقبتها لغاية لما البنت بدأت تقول لها انا بدأت اتوجع انتي بتعملي ايه؟ قلت لها ما تخافيش ولكن انطقي الشهادة. شهادة ايه؟ وبدأت البنت تحتها تخاف، وهي في المجمل في الناحية التانية عمالة تشد اكتر واكتر واكتر لغاية لما البنت وقعت جثة ما بتنطقش. قالت في الوقت ده قدام اعترافات النيابة ان البنت كانت بتنزل رغاوي من بقها، وكانت كمان بتنزل دم كمان من بقها في الوقت ده، ولكن ما قدرتش ان انا اقاوم ان انا اشوفها وهي بتموت بالمنظر ده. قالت بعدها على طول سبتها مرمية وعرفت ان هي ميتة، ولكن ما اعتقدتش ان هي ممكن تبقى فعلا جثة. طب ازاي ميتة ومز؟ المهم طبعا دي
عقلها ضايع. في الوقت ده على طول بدأت إن هي تكلم الجثة اللي هي قالت لها اللي هي صاحبتها، قومي يلا جلسة المساج حلوة، شفتك وانت بتموتي. وبدأت تتكلم مع الجثة، والبنت طبعا ميتة مفيش أي حاجة. بعدها بدقايق بتقول إن هي أدركت إن هي قتلت البنت دي ومش عارفة تعمل إيه. قررت إن هي تقطعها حتت صغيرة زي ما بتشوف في الأفلام وفي البرامج وبتسمع من كل الناس. جابت سكينة المطبخ وبدأت تقطع بيها رجليها وإيديها، ولكن العظم كان تقيل عليها معرفتش تقطعه. بعدها زي ما بتقول جابت إيد الهون وبدأت إن هي تضرب بالسكينة على أو إيد الهون على السكينة على أساس كمان إن العظم يتكسر، منفعش برضه. قالت بعدها جبت حاجة أكتر منهم اللي هي المخرطة، حاولت برضه معرفتش. علشان كده في الوقت ده قررت إن أنا أتصل بالنجدة وأقول لهم إن دخلت البيت ولقيت الموضوع ده كله حصل قدامي أو حصل وأنا مش متواجدة في البيت. زي ما قلنا التحريات قالت كلمتها إن البنات دي فعلا كويسين ومفيش أي علاقة محرمة أو إن هم سمعتهم سيئة بره البيت، ولكن في البيت البنت اعترفت بكل التفاصيل دي كلها وقالت على العلاقة الشاذة اللي ما بينهم هم الاتنين. ده التحريات اللي جابتها من رئيس المباحث، وقدام النيابة اعترفت البنت بالكلام ده كله. الأم بعد كده لما جت وعرفت الموضوع ده كله بدأت تعرف وتقول لوكيل النيابة إن البنت حالتها النفسية من وهي صغيرة وحشة، وخصوصا إن أنا كنت بتضرب من جوزي أو أبوها قدامها على طول، والبنت كانت بتفضل تعيط وتنهار قدامنا، ولكن جوزي في الوقت ده ما كانش بيسيبني وبرضه كان بيضربني. الأم بتقول إن الحالة النفسية بتاعت البنت هي اللي كانت مسيطرة عليها اللي وصلتها للدرجة دي أو المرحلة دي، وبتقول سبب الانفصال اللي ما بيني وما بين أبوها برضه عمل فجوة كبيرة في التربية. بتقول إن حالتها النفسية هي اللي كانت سائدة عليها في الوقت ده، علشان كده يا ريت زي ما بتقول الأم قدام وكيل النيابة يا ريت تسامحوها، أو يا ريت على الأقل العقاب بتاعها يبقى قليل لأن هي مش مدركة أي حاجة من الحاجات ده كله. خلص الموضوع، والموضوع لغاية دلوقتي لسه في النيابة، يعني البنت لغاية دلوقتي ما اتحكمش عليها. زي ما قلنا البنت عندها 17 سنة، والبنت اللي قتلتها أو البنت المجني عليها كانت عندها 18 سنة. يعني البنت أعتقد إن هي المفروض في الوقت ده كله قاصر، يعني أعتقد إن هي هتخش في الأحداث لأن هي ما كملتش السن. لغاية 22 أغسطس 22 ما كانتش كملت السن القانوني بتاعها إن هي تعدي السن القاصر. خلص الموضوع ومستنيين الدنيا كلها، ولكن في الفترات الأخيرة أو في الساعات الأخيرة حبينا نقول لكم الاعترافات الأخيرة والمتواجدة داخل إحدى الصحف عن طريق مقابلة البنت دي وعن طريق كمان المصادر الأمنية اللي بلغت لهم بالتحقيق كامل متكامل. اللي هيدور يوم 22 أغسطس هيلاقي الحلقة احنا عاملينها بتفاصيل أكتر من كده بكتير، لأن فيها جيران وفيها ناس بيقولوا وشهادة شهود وحاجات زي كده، ولكن الاعترافات الأخيرة دي هي اللي كانت نازلة اليومين اللي فاتوا أو الساعات الأخيرة. علشان كده بنبلغها لكم مرة تانية وبنقول لكم دي مش حادثة جديدة، لا دي اللي حصلت قبل كده في أغسطس. يا ترى البنت اللي ليا اللي احنا بنتكلم عليها اللي فكرت بتعمل كل حاجة، اللي شغالة الجنس مع بنت تاني، اللي بتفكر ان هي تقتل يوم ورا التاني، الأهل مش مدركين حاجة زي كده؟ والأهل ما عندهمش استيعاب إن بنتهم وصل لمرحلة معينة من العقدة النفسية ومن الإجرام النفسي ممكن توصلها لجريمة قتل زي دي ولا لا؟ أنا أعتقد واحد من الناس إن الأهل لازم يحاسبوا في حاجة زي كده، لأنهم أكيد لاحظوا وعارفين إن البنت فيها حاجة معينة، علشان يسيبوها بالمنظر ده هنا قمة الإهمال. والله أعلم برضو ما نعرفش هم قالوا إيه، ولكن التحريات وقدام النيابة قالوا الكلمتين دول إن هي عندها عقدة نفسية، يعني عارفة على الأقل خالص إن هي عندها عقدة نفسية. لو عرفت إن بنتك ممكن بتعمل حاجة زي كده، أو بنتك ماسكة القطة وبتخنقها أو بتموتها وبتعمل حاجات زي كده كتير، يا ترى هتبلغي عليها أو هتوديها مكان للرعاية وتعالجيها، ولا هتسيبيها على وعسى إن هي بنت صغيرة لسه ما كبرتش أو مش مدركة الأمر؟ الأمور من كده كتير. خلي بالكم كل بيت متواجد فيه مريض واثنين وثلاثة، ما بنعممش في كل مكان، ولكن في المجمل الحاجة الوحيدة اللي بنطلبها منكم لو انتوا حسيتوا بحاجة معينة بلغوا عالجوا، ولكن ما تسيبوش الأمور توصل للأمور اللي توصل بعدها للقتل. ربنا يسترها يا رب علينا وعليكم.